السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سأكون عند حسن ظن الأخوة والأخوات الطيبين المتابعين والمتواصلين وياي من سنين، من سنة 2017 إلى الآن. قريبا رجعت إلى العراق، إن شاء الله لما أوصل العراق ستكون الحملة لأكثر من السنوات الماضية اللي مضت. كم اللي اعطيت الهدايا البذور اللي لا تعد الأصناف إلها، وكل شخص يأخذ البذور يأخذ هدايا، وكل شخص يجتهد بزراعتها يأخذ بذور هدايا بدون مقابل. لكن للأسف دائما ودائما أشيرا على أسمائهم حتى ما لهم أي مشاركات لا بزراعة البذور ولا شيء. كل شخص أعطي أكثر من 50 مغلف هدية ما ينشر عنها ولا ينشر عنها في جروب الزراعة في العراق، ثورة العراق الخضراء. لكن أملي بالله الواحد الأحد وبرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، حين حثنا على الزراعة ويحثنا على الصدقة الجارية للأيجار لأمواتنا، واللهم يرحم أمواتكم جميعا. هذه بذور الطلح النجدي، وإن شاء الله وبإذن الله أنه براري العراق والطرق الخارجية سنة على سنة من الأخوة الطيبين. وأشكر الله سبحانه وتعالى أنه بدت حملات تطوعية بكل المحافظات العراق، وإن شاء الله سيعلم ضعفاء الأنفس والذين يثرثرون في بعض الجروبات لإيمانهم ضعيف بآيات الله التي ذكرت في القرآن الكريم والتي تحث على الزراعة والأجر العظيم عند الله الزراعة، والذين ليس لهم الاهتمام بأحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين حين يحثنا على الزراعة حتى لو قامت القيامة أنه أن نزرع، والصدقة الجارية إلى موتانا. اللهم يرحم أمواتكم جميعا. وأشكر كثير كثير من الأخوة والأخوات بكل محافظات العراق المخلصين وياي بكلماتهم الطيبة والدعاء من خالص قلوبهم الصافية، ليس بها حقد أو كراهية أو حسد أو نفاق. لكن للأسف من بعض الحثالة ومن بعض ضعفاء الأنفس ومن بعض اللي انكسرت مصالحهم بالبيع والشراء. أنا ما أجيت للعراق من أجل البيع والشراء البذور وغير ذلك والمناحرة، جيت أوعى الناس أن تزرع الناس البذور بنفسها. أنه لما أقول سعر المغلف ب5000، شو أعمل بذور أنا جايب للعراق يعني إلى الآن ما يقارب 400 كيلو، والحملة قائمة من غير البذور السابقة اللي جايبها، وهم المتفاعلين دائما وياي بجروبي أوصف احتلال يتجاوز 500 شخص، وأنا أودي هاي البذور أطحنها وآكلها كلها دا أعطيكم وياها هدايا. لكن للأسف البعض اللي يأخذون هاي البذور الهدايا ودين ينكرون المعروف وما يدي يردون على ذولا ضعفاء الأنفس والحثالة اللي يحاولون يشوهون السمعة بغير ذلك وذلك. لكن إن شاء الله أنا ما تهمني لا هذه ولا ذاك، يهمني الناس الطيبة، ولله الحمد والشكر الكثير من الناس الطيبة. قادم إن شاء الله والحملة مستمرة غصب على أنوف ضعفاء الأنفس. والسلام.